جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع عبد اللطيف ريش من الجزائر بعث يسأل ويقول: هل يحق للمرأة استعمال المكياج بأنواعه وخاصة طلاء الأظافر؟ وكما نعلم أن من تمام صحة الوضوء إمرار الماء على كامل العضو، فإذا طليت الأظافر هل يصح الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. لهذا سأل: تستعمل المرأة ما جرت العادة به من التزيين والتحسين، وبشرط أن لا تخرج بذلك من الشارع ولا تخرجه للناس، وإنما يكون في بيتها وعند زوجها ومحارمها حيث لا فتنة ولا شر. وأما طلاء الأظافر بالأصباغ التي ليس لها سمك وتجمد على الظهر فلا بأس بذلك، كالحنة والخضاب ونحو ذلك. أما طلاؤها بما يتجمد على الظهر ويكون له سمك كثيف يمنع وصول الماء إلى الظهر، فهذا لا يجوز ويجب إزالته. فإن وضعته وتوضعت وهو على ظفرها ومنع وصول الماء إلى الظفر، فإن وضوءها غير صحيح لأنه وضوء ناقص. قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا في قدمه لمعة القدر الدرهم لم يصبها الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. وقال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. فإسباغ الوضوء وإتمامه على جميع الأعضاء واجب، ولا تصح الصلاة إلا به. ومن ذلك الأظفار يجب أن تكون خالية مما يمنع وصول الماء إليها من المناكير وغيرها. نعم.